إذن عندنا عالم الأشياء وعندنا عالم الأشخاص، وهناك وسيط بينهما، اللي هذا الوسيط هو سر تقدم الأمم أو هبوطها وانحدارها. أنه كيف تفعل الشخص الناجح؟ لاحظوا سيرته، أعماله، تعرف سر نجاحه. الشخص الفاشل، لاحظوا سيرته وأعماله، تعرف سر فشله. الأمم كذلك كيف تعمل ومتى تعمل، هذه كلها دخيلة في النجاح. عالم الأشخاص، عالم الأشياء، عالم الأفعال، وأيضا عالم، أضفنا إلى كلامه إضافة إلى عالم الأشخاص والأشياء والأفكار الأفعال أيضا، وعالم القيم. عالم القيم، عالم القيم هو الذي ينبغي أن يحكم تلك العوالم. إذا تجردت الأفعال والأشياء والأفكار عن القيم، تكون سلاحا خطيرا بيد أصحابها. نمثل لكم مثالا، والمثال مهم إلى أبعد الحدود. شخص مفكر قبل حوالي 500 سنة كتب كتابه عام 1500 وتقريبا 50، 48 47 هالحوالي. طبع الكتاب عام 1552 ميلادية، يعني قبل حوالي 460 70 سنة تقريبا. الآن احنا 2016، فطبع هذا الكتاب لهذا المفكر الإيطالي السياسي المعروف اللي غير في حدود وجهة العالم. هذا الكتاب، هذا الكتاب كتاب متميز لأبعد الحدود. الآن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والكثير من دول العالم يعملون بهذا الكتاب، الدول الاستبدادية تعمل بهذا الكتاب، الدول المستبدة تعتبره هذا الكتاب لها مصدر وحي وإلهام. كتاب لعله نستطيع أن نقول من نوادر الكتب اللي تركت بصماتها على التاريخ بشكل رهيب. هذا الكتاب هتلر المعروف السفاح اللي كاد أن يلتهم العالم، ولو نجح وانتصر لتغيرت وجهة العالم كله حسب الظواهر. هتلر كان يقول هالكتاب أنا أخليه تحت مخدتي كله لا أطالعه، يعني مستبد دكتاتور كفرعون يستلهم من هذا الكتاب ويعتبره قرآنه. اسم الكتاب الأمير، المؤلف مكيافيلي المعروف، موسوليني اللي هو حاكم مستبد آخر معروف، هذا كتب رسالة الدكتوراه له على ضوء هذا الكتاب، يعني مستلهما من أفكار هذا الكتاب. الكتاب في البعد الفكري رهيب، كتاب يقدر يسيطر 500 سنة على العالم، مو كتاب عادي، مفكر الرجل، مفكر في أعلى درجات التفكير كان، لكن المشكلة كان مجردا من القيم. عالم الأشياء، عالم الأشخاص، عالم الأفكار، خلي الإنسان يكون أعظم مفكر لكن ما عنده قيم، ما عنده وفاء، ما عنده صفاء، ما عنده نبل، ما عنده إنسانية، ما عنده سمو نفس، ما عنده أمانة، بل مشغول بالخيانة. هذا إنسان مخيف للدنيا، على الدنيا مخيف وعلى الآخرة مخيف.